احنا معانا على التليفون الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه في موقع يلا كوره عشان تقول لنا بقى على المستجدات في دنيا المانشيتات الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. صباح الفل عليكي، اهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور عليك يا كريم، وصباح الخير على نهاوند، وصباح الخير على كل نادي الاهلي. مبسوطه ان انا معاكم النهارده. صباح الجمال يا منى، وخلينا نبدا معاكي لان انا وكريم بقالنا يومين، وكل يعني المجال الرياضي بقالنا يومين بنتكلم عن الميركاتو طبعا، واخر بقى هنا بنتكلم يعني اخبار سوق الانتقالات تحديدا الصيفيه في اوروبا. لو نبدا بيكي او نبدا معاكي بالخبر ده. تحبوا تبداوا بمين طيب؟ طبعا الكلام كله دلوقتي على كريستيانو رونالدو. هو التقارير، معظم التقارير دلوقتي بتقول ان هو عايز يرحل عن مانشستر يونايتد. هو ممكن نعلي الصوت بس شويه يا جماعه عشان احنا مش سامعين، نعلي صوت استاذه منى شويه. اتفضلي يا استاذه منى. الكلام كله دلوقتي انا هونت زي ما كنت بقول على كريستيانو رونالدو. كل التقارير دلوقتي بتقول ان النجم البرتغالي رافض ان هو يكمل مع يونايتد السيزون الجاي، لان هو رافض فكره ان هو يلعب في الدوري الاوروبي. طبعا زي ما كلنا كنا متابعين السيزون اللي فات، يونايتد انهى الموسم في المركز السادس، وبالتالي فقد فرصه ان هو يلعب في دوري ابطال اوروبا. ف رونالدو مش مستوعب فكرة ان هو ممكن يلعب في الدوري الاوروبي بعد ما كان دايما كل المواسم بتاعته بيلعب دوري ابطال اوروبا، يا اما بياخد البطولة يا اما بيوصل للادوار الاقصائية، وبالتالي بيبقى عنده فرصة ان هو طبعا بينركز على بالون دور والجوائز الفردية الاخرى. يعني رونالدو ما حضرش التمرين الاول لمانشستر يونايتد امبارح، وتعلن ان هو عنده اسباب عائلية. طبعا من هنا فتح الباب اكتر قدام التقارير او قدام الصحف العالميه ان هي تتكهن بقرب رحيله عن اليونايتد. كمان اليونايتد المفروض ان الفريق هيدخل معسكر تحضيري بقى عشان بدايه السيزون الجديد، المفروض ده هيبدا يوم الجمعه. فاعتقد دي هتحدد اكتر هل يونايتد، هل رونالدو هيكمل مع يونايتد او هيرحل. كمان وكيله كان بيحاول يدور على عروض ليه خلال الايام الاخيره اللي فاتت، واعتقد بنسبه كبيره رونالدو مش هيلعب مع يونايتد ومش هيلعب في اوروبا ليج. يعني ده بالنسبه لرونالدو. خلينا برضو لسه مع يونايتد اتم امبارح اول صفقه ليه في الميركاتو، طبعا تحت قياده المدرب الجديد اريك تن هاج. يونايتد تعاقد مع فايرل مالاسيا، وده جاي من فاينورد الهولندي، ظهير ايسر لسه صغير عنده 22 سنه. فبالنسبه طبعا قدامه فرصه، يعني ان شاء الله ان هو يقدر ان هو يثبت نفسه. يعني زي برضه ما كل الجماهير يونايتد كانت متابعه اصلا ان السنوات اللي فاتت يونايتد ما كانش في احسن حالاته. الراحلين عن يونايتد في الميركاتو ده كتير جدا، عندنا ماتش، عندنا دين هندرسون، راح عندكم جيهان فورست، عندنا بوبا، عندنا لينجرد، عندنا كافاني، عندنا كمان اخوان ماتا. ففي مجزره حصلت في يونايتد، نتمنى اصلا ان احنا نشوف تبعاتها او يبقى الفريق افضل ان شاء الله السيزون اللي جاي. غير يونايتد بقى طبعا خلينا برضو لسه مع الدوري الانجليزي، عندنا ليفربول. ليفربول طبعا اخيرا اعلن تاكيد عقد محمد صلاح. التقارير قالت ان هو جدد لمده 3 سنين، يعني هيقعد لحد 2025. كانت مفاجاه الحقيقه بعد ما كان الفتره الاخيره كانت المفاوضات هدأت تماما، لكن ليفربول قدر ان هو يقتنص فرصه تجديد عقد محمد صلاح. وانا اتعمدت هنا ان انا اقول يقتنص، لان تجديد عقد صلاح كان فيها كلام كتير جدا، قعدنا احنا نتكلم فيه كتير جدا، قعدنا نقول ان صلاح ليه شروط عايز يحققها. في نفس الوقت اداره ليفربول عندها سقف معين للرواتب، عندها سقف معين للعقود، لكن الحقيقه اداره ليفربول كسرت كل الاسقف قدام محمد صلاح، وهم كسبانين دي حقيقه. يعني مش عشان هو نجمنا ومصري ولاعب عربي كلنا بنفخر بيه طبعا، لكن هم عارفين هم بيعملوا ايه، وعارفين ان هم
الموافقه على طلبات محمد صلاح او على الاقل التقارب في وجهات النظر، ده هيعود عليهم بالكثير يعني. غير تجديد عقد محمد صلاح طبعا ليفربول كمان ابرم 3 صفقات، تعاقد مع كارفاليو من فولهام ودارون نونيز من بنفيكا وكالفن رامسي ده كمان ظهير ايمن صغير لسه في السن عنده 18 سنه لاعب اسكتلندي، فيقال كمان عليه ان هو هيبقى الكسندر ارنولد الجديد باذن الله. ليفربول طبعا رحل عنه ماني، راح بايرن ميونخ، رحل عنه مينامينو، راح موناكو، واوريجي لسه مؤخرا انتقل ميلان امبارح بعد طبعا ما ليفربول انهى معاه التعاقد بشكل رسمي يعني. طيب بصي خلينا نروح للتقرير برضو الخاص بإبراهيموفيتش، لأن هو التقرير بيقول أن إبراهيموفيتش بيوافق على تمديد تعاقده مع ميلان لمدة موسم آخر، فبتشوفي ده إزاي؟ يعني إبراهيموفيتش برضو كيس مختلفة، طبعا اسم كبير وأنا من الناس اللي بحبه جدا والكاركتر لوحده، وبنتكلم 40 سنة ويمكن أكتر وما زال في الملعب، لا ما تحسيش أبدا أن السن عامل مؤثر عليه بشكل سلبي. إيه زي ما اتكلمنا، كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده يعني، هو عنده قصه زلاتان ابراهيموفيتش، هو كيس مختلفه فعلا يعني. اعتقد ان هو بالنسبه له قرار انه يعتزل ده هياخده بصعوبه جدا جدا جدا، لان هو عنده فوبيا من الموضوع ده، بيفكر فيه ويتراجع على طول، لان هو عنده مشكله انه خايف انه لما يقعد ما يبقاش فيه تمارين، ما يبقاش فيه مباريات، يشعر بالملل. فبالنسبه له قرار الاعتزال ده هيبقى صعب جدا جدا. إيه هو عنده 40 سنه فعلا، طبعا العامل البدني ليه هو 40 سنه غير لما كان 20 سنه غير لما كان 30 سنه، هو كمان كان عنده اصابه اصلا السيزون اللي فات، كان عنده اصابه في الركبه وقعد فتره طويله، لكنه قدر ان هو يرجع في النهايه ويحقق الدوري الايطالي مع ميلان زي ما وعد الجماهير اول لما راح لهم. هو طبعا لما راح لهم السيزون اللي فات كان برده رايح موسم واحد وبس يعني، كان العقد موسم واحد، وفي التقارير لحد دلوقتي هي مش رسميه بس لحد دلوقتي ان ميلان، التقارير بتقول ان ميلان عرض على ابراهيموفيتش ان هو يكمل معاه لمده موسم كمان، وفي اتجاه كبير جدا 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 ان هو يوافق على العرض يعني. طيب رائع جدا، في اي حاجه كريم؟ لا تمام، يعني حطت لنا تغطيه وافيه جدا الحقيقه، تغطيه رائعه، مشكورك جدا، واكيد هنتابع معاكي برضه يا منى لو في اي جديد في موضوع الميركاتو تحديدا، بتهيألي ده الملف الابرز حاليا اللي يهم ناس كثيره جدا، عشاق عامه كره القدم في اي مكان في العالم مش بس يعني اوروبا.